اقرأ من قول الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق. إلى قول الله تعالى. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله اقرأ من قول الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. إلى قول الله تعالى. فإن يخرجوا
قال يا قوم
وكفى